ما هو أفضل سيناريو للهجوم الإيراني على الكيان؟ ولماذا لا يهاجمون من سوريا ولبنان فقط؟ لأن هذا الهجوم استهدف إيران بشكل مباشر، كما حدث مع القنصلية في دمشق في آذار الماضي. الرد عبر سوريا ولبنان وكلاء إيران يعتبر ردا ناقصا. هؤلاء وكلاء، وإيران يجب أن تنتقم لكرامتها بنفسها. لكن قد يشاركون في الهجوم إذا ما قررت إيران أن يكون هذا الهجوم أقوى من المرة الماضية. ما هو سيناريو الهجوم؟ على الأغلب سيتم الهجوم بمئات المسيرات والصواريخ كما حدث في المرة الماضية، مع تعديل على الكم. الحوثي سيشترك والله أعلم، ويبقى لبنان وسوريا باليد، وهما ما سيرجحان بجعل هذا الهجوم بداية حرب مفتوحة أو عملية انتقامية دون اشتراكهما. إيران ستطلق عددا لا بأس به من الصواريخ برأس حربي فارغ، ذلك أنها ستستنزف الدفاع الجوي وتدرس خوارزمياته بحيث تفتح الطريق أمام الصواريخ المنوط بها ضرب الأهداف، بمعنى أنها صواريخ تقدم خدمات فقط. المسيرات أيضا رخيصة الثمن لإيران، ولن تهتم بإسقاطها ما دام أن هدفها بالمشاغلة متحقق. المهم لدى إيران هي الصواريخ البالستية والكروز التي تحمل رأسا حربيا. هذه مسألة معقدة بالنسبة للدفاع الجوي، حيث يتعامل مع أي هدف معاد حتى لو كان هذا الهدف هو ماسورة طائرة أو مسيرة بـ10,000 دولار على أنها خطر حقيقي. مميزة الصواريخ البالستية هي سرعتها الفائقة وتحليقها الشاهق وانقضاضها بزاوية قائمة على الهدف، بينما صواريخ الكروز الإيرانية تحلق على ارتفاع منخفض وتناول العوائق لكنها بطيئة. إطلاق الهجوم من إيران يعني منح وقت كاف للمدافع أن يتصدى، لكن مع إغراق جوي ستنفذ بعض الصواريخ والمسيرات إلى أهدافها بلا شك. إطلاق الهجوم أو هجوم موازن من سوريا ولبنان يعني إغراق جوي بدون جاهزية كاملة للدفاع. لذلك قلت أن سوريا ولبنان هما بيضة القبان. إيران حتى ليست بحاجة لأجواء الأردنية أو السعودية، لديها حدود طويلة مع سوريا ولبنان، ولديها البحر الأحمر، ولديها شريط واسع على ساحل المتوسط تستطيع أن تفاجئ الكيان من هناك كما فعل الحوثي سابقا. والله أعلى وأعلم.